هذا هو اللاعب شنايدر يعكس كرة أرضية وركلة جزاء. ريغوري ركلة جزاء، أكيد اللمس كان واضح وزاوية الرؤية أوضح، والحكم باولو ماتسوليني يحتسب ركلة جزاء، فرصة لهدف ثاني لإنتر أمام الإعادة. تصرف كان غريب من مدافع فريق باري. لا بالفعل روسي كان وراه لمسة اليد فالو دي مانو، لمس باليد من جانب مدافع فريق